انطلاقاتنا لهذا اليوم. ينطلق على بركة الله الشوط الثامن في مجموع أشواطنا لهذا الصباح ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هكذا ننطلق مع هذا الشوط والتنافس لسن اللقاية على أرضية ميدان السوان لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. هذا الشوط مخصصا للقعدان المهجنات الأصايل، نسير بكم إلى المراكز الأوائل المتقدمين على مقدمة الشوط. ياتينا جلمود خليفة بن زيد بن مصبح بن عبد الله المسافري الذي يطلق جلمود على المركز الأول، بينما في المركز الثاني القادم على الزاوية اليمنى هناك يتقدم الواضح خليفة بن سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي. وهنا نتابع المركز الثالث القادم السليماني أحمد بن سيف الزفين المهيري ينطلق إلى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع كفو خليفة بن علي بن حميد بن خليفة الشامسي ياتينا على مستوى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم به رقد للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز السادس نقلتنا ومتابعتنا إلى مواجهة سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي يقدم مواجهة على المركز السادس. المركز السابع القادم في هذه اللحظات هناك ينطلق المصرف مانع بن سعيد بن سالم بن زيدو يقدم لنا المصرف على المركز السابع في هذه اللحظات، بينما في المركز الثامن القادم بكل قوة هناك شباب خليفة بن محمد بن هول المهيري. والمركز الثامن يتقدم جلمود سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي الذي يقدم جلمود على المركز الثامن. المركز التاسع يتقدم به هناك نجد حمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي. والمركز العاشر هناك الوصول هناك القادم ألا وهو الواصل في هذه اللحظات نبهان عوض بن مهنا بن نوبي المحرمي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام للمراكز العشر الأوائل التي دعناها إلى مشاهدة ومسامع حضراتكم كما تشاهدون عبر قناة ياس الرياضية. هذه الانطلاقات وهذا المهرجان الغالي. نعود إلى مقدمة الشوط لكي نتابع المركز الأول الصدارة ومقدمة الشوط. هنا على المركز الأول من هو المنطلق السليماني؟ على مقدمة الشوط السليماني أحمد بن سيف الزفين المهيري. هذا هو الزفين يتواجد على الصدارة، يتواجد على مقدمة الشوط، يريد اكتساب نقطة في هذا المهرجان الكبير، بينما في المركز الثاني نجد للدكتور سعيد بن سالم الشيخ بن منانة يتقدم المتحدي يتقدم ليقدم لنا مواجهة سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي الذي يطلق مواجهة على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع شباب خليفة بن محمد بن هول المهيري المتقدم القادم أشقر غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري هنا بقادما بهذا الشعار بهذا الاسم الخطير. هناك الوصول أيضا من قبل لافي لفى لافي بهذا الاسم حمد بن يعروف بن مرخان الاكتبي ليتقدم مباشرة إلى الصدارة، بينما هناك على المركز السادس
القادم بكل قوة أشقر أحمد بن سالم بن عوي الشامسي يتقدم يعلن وجوده بن عوي ليأتينا بهذا الاسم، كذلك الوصول أيضا بأول إذاعة لزام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير قادما بهذا الشعار. هذه هي الأسماء الأوائل، ولكن العودة إلى شعار بن يعروف الذي ينطلق إلى مقدمة الشوط ليقدم لنا لافي. هذا هو لافي على مستوى المركز الأول، حمد بن يعروف بن مرخان الاكتبي على الصدارة وعلى مقدمة الشوط لينطلق إلى المركز الأول، بينما القادمين وصلوا أول الواصلين في هذه اللحظات أشقر غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري والثالث يصل بكل قوة شباب خليفة بن محمد بن هول المهيري الدكتور سعيد بن سالم الشيخ قادما مع نجد وكذلك بن رشيد مع الهبيب. وصل في هذه اللحظات محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي يقدم لنا الهبيب، هذا هو بهذا الانطلاق المتميز وهذا الاندفاع الجميل عودة إلى الصدارة إلى بن مرخان. الله 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 اللحظات الأخيرة بدأت، اللحظات المجنونة ما بين بن رشيد بن يعروف وهناك بن رشيد قادم، وعلى الجانب الآخر يتقدم غانم بن حمد بن مطر المنصوري مع أشقر بن رشيد غير مع الهبيب إلى الصدارة. حمد بن علي بن عبيد بن رشيد أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم لنا الاسم القادم في هذه اللحظات إلى الصدارة إلى المركز الأول مع لزام، لزام والهبيب، لزام والهبيب. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، وأشقر غانم بن حمد بن مطر المنصوري هنا في هذه اللحظات، ولكن الخطير، الخطير هناك على الجانب الآخر وهنا بن رشيد على الجانب الدوري. هذا هو الهبيب، سلام يا نزوة، اللحظات الأخيرة، سلام بن رشيد، سلام، تهانينا إلى حمد بن علي بن عبيد، محمد بن علي بن عبيد بن رشيد على انتصار الهبيب بالمركز الأول. المركز الثاني أحمد بن سلطان بن رشيد، أو الثاني أشقر غانم بن حمد بن مطر المنصوري. المركز الثالث، المركز الثاني يذهب إلى وجود الأجزام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، الثالث أشقر غانم بن حمد بن مطر المنصوري، بينما في المركز الرابع يذهب إلى وجود لافي حمد بن يعروف بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس كان بانطلاقه هناك شباب خليفة بن محمد بن هول المهيري عودة بالتوقيت الزمني وأثناء وصول الهبيب. تهانينا إلى محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على هذا الانتصار. هاي لحظة الإعادة أثناء الفوز، أثناء الانتصار، أثناء معانقة هذا الانتصار في هذا المهرجان الغالي. التوقيت الزمني، سلام يا نزوة، سلام على هذا الانتصار الذي قدم الهبيب بالمركز الأول في هذا الاندفاع كما نشاهد عبر قناة ياس الرياضية. لحظة الإعادة ولحظة التوقيت الزمني، 7 دقائق 19 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل والأجمل، تهانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما في المركز الثاني يذهب إلى وجود الأجزام أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، 7 دقائق 20 ثانية، جزء واحدا من الثانية. بينما في المركز الثالث يذهب إلى وجود وانطلاقة الثالث أشقر غانم بن حمد بن مطر المنصوري، 7 دقائق 20 ثانية، 3 من الأجزاء من الثاني، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل